إلى هذه القاعة الرياضية من المستوى الاحترافي أصبحت جل فرق مدينة بركان والجمعيات الرياضية المحلية تتطلع للاستفادة من برنامج لإجراء مقابلات من مستوى محلي أو وطني أو إجراء حصص للتدريب. أول قاعة بالإقليم اللي كتحتضن هذه الفرق الرياضية واللي كتحتوي على 4 ديال المستودعات ديال الملابس و4 ديال القاعات متعددة الاختصاصات والحمولة ديالها بالنسبة للجمهور كتوصل حتى ل 2000 متفرج. هاد القاعة كبيرة كنديروا فيها بزاف ديال الألعاب، الهوند، الباسكت. قبل كنا كنلعبوا في واحد لاصال صغيرة. فاش كيكونوا شي تظاهرات رياضية كنستغلوا القاعة كيعطيوها لنا نديروا فيها تدريب وتكون تمارين مكثفة، حيت الاتساع كيساعد البنات باش كيتيفوليو ويخدموا مزيان، يديروا ليفوليسيون ديال لونشينمون ديالهم مزيان. البنيات ومؤسسات قطاع الشباب والرياضة بمدينة بركان تعززت كذلك بفتح دار للشباب من مستوى عصري. مختلف الأنشطة التي تهتم بتطوير وتنمية مواهب الشباب تم التهيئة فضاءاتها بهذا المجال. كل هذه البنيات التحتية لا الرياضية ولا الشبابية تعزز بها الإقليم الذي كان يفتقد إلى مثل هذه المشاريع. كذلك هناك مشاريع أخرى، 23 مشروع بالضبط بإقليم بركان، منها ما هو منجز، منها ما هو في طور الإنجاز، ثم منها ما هو مبرمج، ومنها ما يدخل في إعادة التأهيل. وضع ملاعب رياضية خاصة بشباب الأحياء هو أيضا جزء من التحول الذي يعرفه قطاع الرياضة بالمدينة. هذان الملعبان لكرة القدم في فضاء طبيعي من شأنه القرب من حاجية الشباب لممارسة الرياضة المفضلة. وفي سياقنا